ترجع من جديد. يتدخل قوة ثم يلحق عليها رياض محرز. عنده الكرة رياض. هاي المراوغة من رياض محرز هنا. رياض خلاله الكرة. رياض محرز يبحث عن جيمي فاردي. يفضل يغير تماما ببرعة من هناك. ترجع جديدي. تستلم الكرة من رياض يلعبها. رجعته مرة ثانية. رياض مع فار. شيء ملاحظ أن رياض مطالب أو طلب منه أن يتوجه نحو سيمبسون. رياض محرز استلم الكرة. بو رائعة. رياض الملاوغة من رياض محرز. رياض محرز عنده الكرة الآن يبحث عن الملاوغة. رياض يلعب أرضية. رياض محرز على الجهة اليمنى ينتظر المساعدة. يرجع لرياض مرة ثانية. رياض محرز محتفظ بالكرة يلعبها مع يرجع لرياض. يساعد فريقهم على تحقيق انتصار خامس. رياض انطلق. في خطأ. سعيد عاد مرة ثانية. رياض استلمها. منتخب تونس الكرة لرياض محرز لينفذها في القائمة الثانية. بالراس والحال الهدف الأول. رياض رماها مباشرة في القائمة الثانية من هناك. سيباستيان لارسن 19 انهزام. الفريق الذي يعتبر رابع أبطال. رياض محرز تتبع من أمامه يستفيد من تماس. يقول حكم المباراة فرق. عنده الكرة الآن رياض. والحكم يقول خطأ. فاز من كرة من أخطاء كثيرة. رياض محرز هنا من أمام وليد. من الكرات الأخيرة في هذا الشهر فريق ساندرلاند. ثم رياض محرز يلعب مع ديكوتر لرياض. رياض ديكوتر. رياض محرز على الجهة اليمنى مع رياض محرز. خلاها لسيمبسون ولكن الكرة تأتي رياض من هناك على الجهة اليمنى. رياض رائعة. المراوغة من سون دي ماير لو مرت هذه الكرة. ديكوتر يلعب مع رياض في المراوغة. رجع فاتوا الكرة البحث عن جيمي فاردي. رياض عنده الكرة الآن طلبها أول برايتون. رياض ما زال عنده الكرة. أول برايتون وين ويفضل الجهة اليسرى. طلبها رياض. وصلت رياض. رياض وتوزيعاته. رياض عنده الكرة باليمنى يفضل. ما زال محتفظ بالكرة. زوج لاعبين أمامه. رياض رائعة. محرز يتفوق في هذه الكرة. حكم لم يقل شيئا وفي خطأ. هنا شوف التدخل تاعو كيف من رودويل. هاي لمسه. اسلام رياض انطلق. رياض راح الجهه اليمنى. رياض ما زال عنده الكره. رياض يبحث عن جيمي فاردي. تدخل هنا. لم تكن واضحه. لم يكن واضح هنا. اعتقد كان لمسه. نعم لمسه في الاولى وبعدين سقط رياض. لم يقدر. اي شعر بأنه رودويل بتدخلاته القوي هنا من أمام رياض محرز. شاب لم يقدر عليها. إسلام سليماني. رياض محرز ترجع لإسلام. دخل كوتر. رياض استلمها. إسلام راح من هناك. رياض يواصل إسلام. دخل إسلام. إسلام يلعب مع رياض. دخل إسلام. رياض عنده الكرة. رياض راح. رياض الحارس كاد يأتي الهدف الثالث. شوف هنا. هاي أوفيدو وين رحت. وجيمي فاردي كاد يسجل ثنائية اليوم. ليش الهدف هذا عام مع فريق ساندرلاند؟ اي نعم خوندي كينج. وينطلق على الجهة اليمنى من هناك عن طريق رياض محرز. عنده الكرة. ممتازة في اتجاه اسلام. يراقب الكرة اسلام. واللعبة مساعدة. على فكرة اسلام سليماني هدف اليوم هو السادس هدف بالراس من اصل 7 اهداف. من هناك في اتجاه رياض يلعبها مع دريكوت. يلعبها لرياض. رياض رياض رياض